يوم أسود عاشته تركيا والعالم، واحد من أقوى وأعنف الزلازل التي شهدتها البشرية. جميع السكان يهربون من الحطام، ولكن إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. أثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا حالة كبيرة من الذعر في كل دول العالم، والحصيلة الثقيلة التي خلفها، حيث ضرب زلزال عنيف شدته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وشعر به سكان المشرق العربي، وقد خلف الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وأكد خبراء أن العالم شهد عديدا من الزلازل القوية خلال السنوات الماضية، لكن قرب هذا الزلزال من مناطق التمركز السكاني هو ما تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا. وكتب المختص في علم الزلازل ستيفن هيكس في تغريدة على تويتر: وقع الزلزال بالقرب من الحدود السورية في منطقة تتمتع بكثافة سكانية عالية. وأضاف هيكس أنه طبقا للأخبار والصور المبدئية، فمن الواضح أن الزلزال سيسجل بوصفه واحدا من أكبر الزلازل التي حدثت في منطقة سكنية في تاريخ الكرة الأرضية. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية، ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة. وأفادت وسائل إعلامية أن الولايات التركية شهدت أكثر من 7 هزة ارتدادية عقب الزلزال، في حين لا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى، حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر. وصرح نائب الرئيس التركي أن ضحايا الزلزال هو 2379 قتيلا وهم في تزايد. وأضاف نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي أنه تم إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض حتى الآن، مشيرا إلى أن 52,000 شخص من المنكوبين باتوا يعيشون في مراكز للإيواء. وصرحت وكالة إدارة الكوارث التركية بأن الزلزال تسبب في انهيار 6217 مبنى في المدن التركية التي ضربها الزلزال، حيث أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن ضحايا الزلزال سيكون أضعاف 8 مرات من العدد المعلن عليه، وتضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال. كما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، وطرطوس جراء الزلزال المدمر. لماذا الزلزال كان مميتا جدا؟ كان الزلزال كبيرا، وقدرت شدة الزلزال 7.8 درجة، وصنف على أنه كبير حسب المقياس الرسمي. وكان مركزه قريبا من سطح الأرض نسبيا، على عمق حوالي 18 كيلو مترا، مما تسبب في أضرار جسيمة للمباني على سطح الأرض. وقالت جوانا فور ووكر، رئيسة معهد الحد من المخاطر والكوارث في يونيفرسيتي كوليدج لندن، على أنه بين أكثر الزلازل فتكا خلال الأعوام الماضية، كان 2 فقط منها في السنوات 10 الماضية بنفس الشدة، و4 في السنوات 10 السابقة. ولكن ليست قوة الهزة فقط هي التي تسبب الدمار، حيث وقع هذا الزلزال في الساعات الأولى من الصباح عندما كان الناس نائمين في منازلهم. كما أن متانة المباني عامل مهم أيضا. ما سبب الزلزال؟ تتكون قشرة الأرض من أجزاء منفصلة تسمى صفائح، تتجمع جنب إلى جنب، وتتحرك هذه الصفائح مرارا، لكن احتكاكها بألواح مجاورة يمنعها من ذلك. لكن في بعض الأحيان يتراكم الضغط حتى تنقلب إحدى الصفائح فجأة، مما يتسبب في تحرك السطح. وفي حالة الزلزال الحالي كانت الصفيحة العربية تتحرك شمالا وتطحن في احتكاكها صفيحة الأناضول. وكان احتكاك الصفائح مسؤولا عن زلازل مدمرة للغاية في الماضي في شرق تركيا.
أين كان مركز الزلزال؟ كان مركز الزلزال على بعد 26 كيلومترا تقريبا شرقي مدينة نوردي التركية، وعلى عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرق الأناضول. وأطلق الزلزال موجات باتجاه الشمال الشرقي، مما تسبب في حدوث دمار في وسط تركيا وسوريا. وخلال القرن العشرين، لم يتسبب فالق شرق الأناضول في نشاط زلزالي كبير. وقال روجر موسون، وهو باحث فخري في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، إذا تتبعنا الزلازل الكبيرة التي سجلتها مقاييس الزلازل، فلن نجد شيئاً يذكر. ولم تسجل المنطقة سوى 3 زلازل فقط بقوة 6 درجات منذ عام 1970، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. لكن في عام 1822، تعرضت المنطقة لزلزال بقوة 7 درجات، مما أدى إلى مقتل نحو 20,000 شخص. رحم الله الموتى وفرج الله أمر المصابين والمشردين. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.